صباح الخير على كل أهلنا وكل مشاهدينا، صباح كله سعادة وأخبار إيجابية وكله صحة وبعيد عن أي أخبار مقلقة أو أي أمراض إن شاء الله. يا رب يوم جديد وحلقة جديدة من طعم البيوت بنلتقي فيها بموضوع جديد، بنستضيف المتخصصين في المجال اللي احنا هنتكلم عنه، واحنا دايما بنحب ان احنا نظهر النماذج الإيجابية من خلال حلقاتنا، الموهوبين المبتكرين أصحاب أو المميزين عموما في أي مجال، ودايما بنحب ان احنا نأكد من خلال حلقاتنا ان احنا ممكن نتعلم أي مهنة جديدة أي حرفة في أي مرحلة عمرية، بس يكون عندنا حب للمجال ده، يكون عندنا الإرادة الكافية، ونكون عارفين ان احنا ممكن نفشل او ممكن ما ننجحش بسهولة. النهاردة احنا مستضيفين مجموعة من الموهوبين في لقائنا، لكن اسمحوا لنا ان احنا نبدأ بترتيب فقراتنا ونبدأ بأول فقرة عندنا أغنية نتمنى انها تعجبكم، ونحب دايما نبدأ بأغنية معاكم صباحنا الجميل. بنستكمل فقراتنا معاكم في طعم البيوت، بنستكمل تقاريرنا أيضا، بنبدأها بتقرير نظمته أو مؤتمر نظمته نقابة التطبيقيين بتشجع فيه مشاريع الشباب، وإحنا بنتكلم دايما على تشجيع المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر للشباب وتسهيل إجراءات عليهم. بنشوف مع بعض نقابة التطبيقيين بتقدم لهم إيه. هي الفكرة المشروع ان احنا داخلين على ازمة مية، ومش كل حاجة الحكومة هتحلها، لازم نحلها بشعبها وبشبابها. المشروع ده ممكن يشتغل فيه شباب وبنات ومرأة المعيلة حتى، ولأي سن ولأي شهادة، مفيش حاجة محددة، عشان عايزين نمسك كل الناس اللي ما عندهمش شغل او اللي عايزين يزودوا دخلهم. احنا في الوقت بتاع طرح المشروع وكفي دراسة الجدوى بتتعمل، دراسة الجدوى جاهزة وفي دراسة شروط جاهزة في النقابة، اللي حب يجي يبص عليها يتفضل. طبعا عارف ان الشاب راس ماله يعني لازم يتحافظ عليه، فكان حرص الشركة على انها توفر الحماية اللازمة للممتلكات الخاصة للشباب بالتأمين على المعدات أو الآلات التي في حوزتهم، التروسيكل والكلام ده كله، ضد أخطار الحريق والسرقة والنقل وإلى ذلك. يعني البرنامج هيربط الإدارات كلها ببعض بالأقسام، بنقدر نقدم نوتيفيكيشن أبروف، بنقدم نغطي، بنربط السيستم كله ببعض، اي ادارات باقسام وظيفيه بنقدر نبعت عن طريق الميل، عن طريق الداشبورد، عن طريق النوتيفيكيشن، بنقدر نعمل داشبورد من خلال السيستم من بره بتعرض فيها كل الحاجات الخاصه بالمشروع. احنا المشروع بنخاطب الشباب من خلال السوشيال ميديا بلاتفورمز كلها، سواء الفيسبوك او من خلال الويب سايت، اسمها نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة، دي هيكون نازل عليها كل تفاصيل المشروع، والويب سايت برضو كمان شغال دلوقتي، قريبا جدا خلال ايام هينزل الابليكيشن اونلاين، الشباب يقدروا ان هم يقدموا من خلالها وبس، وان شاء الله يعني هيتم فرز الابليكيشنز وتوجيههم للاماكن الصحيحة اللي هم ممكن يشتروا منها كراسة الشروط وهكذا. اهلا بيكم مشاهدينا في فقرة فطارك عندنا، بنقدم فيها طبق جديد النهاردة. طبقنا سهل قوي، بس على قد ما هو سهل قوي وتحضيره سهل، هو مفيد جدا. احنا بنقدم لكم الفول، الأكلة الشعبية الرسمية اللي احنا عارفين فايدة الفول، ومنقدرش نستغنى عنه أبدا، كل فترة لازم كده نروح نفطر فول، وفي رمضان حتى احنا مش بنستغنى عن الفول. عندي المقادير والمكونات اللي انتوا شايفينها، انا حاطة هنا استعدت بالزبدة او زبدة وزيت مع بعض بيتسخنوا على النار، معايا بصل، معايا خضروات، بقدر على قد ما اقدر بكتر الخضروات، طماطم، فلفل، بقدونس، عندي بصل، عندي ثوم، وعندي المكون الرئيسي اللي هو الفول. احنا بنسيب يعني الزيت او الزيت الزبده والزيت تسخنوا، وبعدين بنبدا نحط البصل، احنا عارفين اول حاجه عشان تاخد السوا بتاعها على النار،
يعني مش قادرة أقول لكم قوي مقادير بالنسبة للبصل والثوم بالتحديد، علشان يعني أنا من الناس مثلا اللي أحب إن لو أنا هاكل الوجبة دي على الفطار أو غدا بدري أو فطار متأخر أقلل البصل والثوم. إحنا دايما بنحب إن إحنا نقول لكم فوائد كل وجبة بنقدمها لكم. فحالا هيكون معانا اتصال دلوقتي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ محمد الفايد، صباح الخير بحضرتك. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. دايما بنحب نستضيف اخصائي التغذيه باحثي امور التغذيه وفوائدها واضرارها ونسالهم. يعني احنا كنا في فتره من فترات برضو بنحب ان احنا نطلع ونقرا ونقدم للمشاهدين معلومات، بس استضافه حضراتكم طبعا بتكون اوقع. اهلا بيك. وانا احب اديلك فكره عن الوجبه اللي انا بقدمها. انا بقدم فول اسكندراني بالاختصار كده، اللي هو مفيد قوي. ليه بقى؟ لان احنا بنحط على الفول بصل، وبنحط ثوم، بنحط طماطم، فلفل ملون على قد ما نقدر، بنحط بقدونس. فهو مش فول بس، يعني هو مضاف اليه كل ده علشان يبقى اسمه فول اسكندراني. فايه راي حضرتك في الوجبه دي؟ طيب، هو اولا يعني هو ما شاء الله حضرتك، طبعا الوجبه ما شاء الله جميله جدا. واولها طبعا احنا محتاجين اول بصل والثوم في الفتره اللي موجوده ديت، لان طبعا البصل والثوم دوت اول حاجه هو مضاد حيوي كويس جدا ومضاد للافسده ومميع للدم بشكل كبير جدا، خصوصا الناس اللي هم بيشتكوا من مشاكل التصلبات الشريانيه او الجلطات او الذهول الثلاثيه او الكوليسترول الضار او الكلام ده كله. ايوه. كمان البصل والثوم اكتر حاجه مميعه للدم، يعني حضرتك ده ممكن يبقى بديل الاسكوسيد اللي حضرتك بتستخدمه، ان احنا بس طبعا الاثنين ما ينفعش ان احنا نستخدمهم مع بعض عشان ما يحصلش فيه. ايه الاثنين بقى اللي احنا ما ينفعش نستخدمه؟ هو مثلا حاجه مميعه للدم كيميكال وحاجه مميعه للدم طبيعيه. يعني ما ينفعش ان انا يعني ما ينفعش ان انا اخد حبوب اثنين مميعات للدم. ايوه. لا بالطريقه بقى البسيطه، لو عايز اقول لاي حد بيتفرج علينا، ما ينفعش مثلا اخد حبه ثوم واروح واخده ثوم طبيعي؟ ما ينفعش ان ولا انا اخد اي علاج للقلب خاصه بالسيوله والكلام دوت، وفي نفس الوقت ان انا استخدم معاه البصل او الثوم اي علاج للقلب؟ يا اما ده ما ينفعش. طبعا الاثنين مميعين للدم كده، ممكن يحصل عمليه سيوله. دي معلومه مهمه جدا حضرتك. طبعا. يعني مرضى القلب ومرضى ايه تاني ما يقدروش ياخدوا معاهم الاكلات اللي هي بتكون مسببه للسيوله؟ مرضى القلب بس؟ اي حد بياخد اي حاجه توسع الاوعيه الدمويه بشكل عام، ما ينفعش ان هو يستخدم اعشاب طبيعيه بتعمل سيوله ويستخدم حبوب بتعمل سيوله او كيميكال بيعمل سيوله، الاثنين مع بعض. يا ده يا ده. يعني مثلا عندك عائله الزنجبيل بالكامل اللي هي منها القرص الهندي والزنجبيل والكركم، الثلاثه دول بيعملوا سيوله، ما ينفعش ان انا اخد حاجه من الثلاثه دول وفي نفس الوقت مع ادويه بتعمل سيوله. بالظبط، الاثنين دول ما ينفعش ابدا ان انا استخدمهم مع بعض. ولكن طبعا الثوم ده استخدم في كل الامبراطوريات اللي عدت من اول ما اتخلقت البشريه. ايوه. الثوم دوت دخل في كل حاجه، حتى دخل في التحنيط ايام الفراعنه، دخل في كل حاجه، دخل حتى خلي بالك اتجمع فيه الادويه اللي هي نقص المناعه نفسها، اتجمعت فيه ادويه. يعني حضرتك من الدكاتره اللي بينصحوا، يعني انا بحاول استفيد من مكالمه حضرتك على قد ما اقدر، خصوصا ان هي محدده بوقت، فعايزه اكبر كم معلومات عشان كده بسال كتير. الثوم حضرتك بتنصح بيه فعلا الصبح ناخده بس ما يكونش على الريق عشان المرضى اللي عندهم اي حاجه في المعده؟ لا، سبحان الله انا فاهم حضرتك حاجه بخصوص الثوم ده بالذات. اتفضل. الثوم ده حضرتك لو واحد مريض القولون يشتكي من انتفاخات او تقلصات او ارتجاع مريء او حموضه او امساك او الم اسفل الظهر او ريحه بقه مش كويسه، ده كده اتجمع فيه مشاكل القولون والجهاز الهضمي. أيوة. لو خد الثوم في وسط النهار عن طريق الملوخيه او الباذنجان المقلي او الكلام ده كله يضر الثوم هنا في الوقت ده يضره، يعمل له كل المشاكل اللي انا قلتها لحضرتك عليها دي. طب الثوم لو اتاخد الصبح عارفين ايوه عازله ايوه بالظبط، وفي نفس الوقت ملين طبيعي عشان خاطر الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الامساك. ايوه. وفي نفس الوقت مضاد للافسده ومضاد حيوي. ايوه. يعني ليه فوائد. لا سبحان الله. السؤال مهم قوي والاطلاع مهم قوي، يعني المعرفه يعني والعلم. في حاجه كمان تخص الثوم لمرضى الضغط المرتفع، الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الضغط المرتفع او مشاكل الكوليسترول الضار او مشاكل الدهون الثلاثيه بشكل عام. ايوه. لو اضاف الثوم بزيت الزيتون ده حاجه روعه الروعه، حاجه جميله جدا جدا فوق ما حضرتك متخيلها. ايوه. لو حضرتك نص
كيلو تقريبا. انا بشكر حضرتك طبعا على ده حاجه جميله جدا جدا. كم طيب قد ايه توم بس عشان الزياده برضو بتبقى مضره في السريع يعني كده؟ يعني مثلا وليكن هناخد نص كيلو توم على قد راس توم كامله. الراس ده راس توم كامله صغيره. اخدها ايه على الريق حضرتك بتقول؟ حضرتك التوم ده يتقطع على زيت الزيتون. ويتاخد معلقه الصبح منه بالتوم، معلقه زيت زيتون بالتوم، ويتشرب كده ومعاه ميه او اي حاجه زي كده. تمام. طيب وناكد على معلومه حضرتك. اوكي تمام. وناكد على معلومه حضرتك ذكرتها دلوقتي واحنا بنتكلم على الامراض، بنتكلم على الفيروسات. البصل برضو، البصل لازم ناكد عليه. البصل المغلي حضرتك تقولي المعلومه صح ولا لا؟ البصل المغلي ونشرب ميته ونحط عليه ليمون من الحاجات القاتله للبكتيريا او مفيده قوي للمناعه، صح كده؟ طيب حضرتك البصل لا يتاثر بدرجه حراره معينه، يعني البصل لو اتاكل ني، اتاكل مشوي، اتاكل مسلوق، كل ده فيه الفوائد بتاعته كامله. تمام. ما يتاثرش باي حاجه ابدا، البصل بالذات لا يتاثر باي حاجه. بالنار دي حاجه مفيده قوي ان حضرتك بتقولها، ان البصل من الحاجات اللي مش بتفقد يعني فايدتها بالنار. خالص. تمام. على كده وكده كمان حضرتك دلوقتي استخدموا اللي هي الحاجات الخاصه بالدموع في الافلام والمسلسلات، خاصه بقى يجيبوها من مستخلصات البصل اللي هي اللي بتعمل تدميع للعين. ايوه. زائد كمان حضرتك ان البصل ده اجتمع فيه كل الحاجات اللي هي مضاده للفيروسات بشكل عام. يعني البصل ده حضرتك لو اخذت منه عصاره البصل على معلقه عسل الصبح على الريق، اقوى حاجه مقاومه لجهاز المناعه ونشط الدوره الدمويه في الجسم. تمام. اقوى حاجه قاتله لكل الفيروسات اللي موجوده. بنشكر حضرتك والله استاذ محمد. لا. فايد يعني انا شخصيا شايفه ان احنا يعني من اهميه الموضوع ان احنا لازم نستضيف حضرتك مره في حلقه نتكلم بس ناكل ايه، ايه اللي لازم ناكله على مدار اسبوع واحد حتى في حياتنا، يعني في الشهر ايه الحاجات والاكلات لازم ناكلها. شكرا حضرتك استاذ محمد الفايد. انا بكمل الطبق. الطبق يعني سهل قوي، انا زي ما انتوا عايزين تحطوا ني في ني، عايزين تحطوا الاول مع الزبده والزيت كل الخضروات اللي عندكم بعد البصل طبعا والثوم، وبنحط الفول عليه صلصه طبيعيه يعني صلصه طماطم وصلصه علشان تدي اللون، صلصه جاهزه تدي اللون. وكده انا عندي وجبه كامله متكامله اللي احنا عارفين فايده الفول وكل المكونات اللي احنا اضفناها. هنسيبه على النار دقايق، هو مش محتاج طبعا سوى قوي. خلونا في الدقايق دي نشوف مع بعض فقرة هي مرتبطة برضو بالأفكار الجديدة المبدعة المرتبطة بالأكلات والمطبخ، نشوفها مع بعض ونرجع نقدم لكم الفول الإسكندراني في صورته النهائية. أهلا بيكم، وده الفول الإسكندراني. فقرة فطارك عندنا النهاردة قدمنا لكم فيها الفول وكل الخضروات اللي احنا ممكن نضيفها عليه، وبكده هو اسمه الفول الإسكندراني. حلو، شهي، مفيد، بيدي طاقة، وعلى فكرة من مميزات الفول إنه هو كمان بيعدل لنا المزاج أو الحالة النفسية، غير كمان المناعة، ودي حاجة أو حاجتين مهمين قوي إن احنا نركز عليهم دلوقتي، المناعة والمزاج والحالة النفسية. ودلوقتي احنا بنستعد بفقرة اللقاء، لقائنا مع ضيوفنا النهاردة، وبنستعد مع الشاي أو بالشاي اللي بنقدمه ليهم. احنا معانا اتنين من الموهوبين المتميزين اللي هنعرف حكايتهم مع الموهبة بدأت امتى وفي اي مرحلة عمرية، وهم كان ليهم كارير تاني وحولوا او اضافوا للكارير بتاعهم بتعلموا حرفة معينة، خصوصا ان احنا بنتكلم مع اتنين هم موهوبين في مجال او مصممات للاكسسوار والمشغولات اليدوية والكروشيه. معانا النهاردة الأستاذة أمل فرج مصممة مشغولات يدوية، والأستاذة مها الحكيم مصممة أكسسوار. دلوقتي عندنا الأول فقرة بنلتقي بيها، وهي مؤتمر صحفي للقمة الثالثة في مجال التحول الرقمي بعنوان فينجر برينت، نشوفه مع بعض ونبدأ لقاءنا بعديه على طول. القمة كلها على الثورة الرقمية وكيف تستخدم في مجالات الحياة المختلفة لتحقيق حياة أفضل للمواطن الأفريقي.
عندنا محور الفاينانس أو الشؤون المالية، عندنا محور ذوي الإعاقة، عندنا محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عندنا محور الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي. المتحدثين هذا العام من أكثر من دولة، عندنا مجموعة من المتحدثين العرب والأفارقة، وعدد المشاركين أو عدد الدول الأفريقية المشاركة معنا في هذه القمة هذا العام، وهي تعتبر قمة أفريقية من المستوى الأول، 32 دولة. بنقول للشباب أن كل العالم بص حواليك، عليك أن تقدم وتقدم وتبادر بتقديم عملك أو بمشروعك، وده اللي حصل في المشروعات اللي جات لنا والأعمال اللي جات لنا للتحكيم في هذه الجائزة، مش على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الأفريقي، في أكتر من 32 دولة شاركوا في هذه الأعمال، وأيضا على مستوى الدول العربية. إحنا هيطلع عندنا تكنولوجيات ما نسمعش عنها، في حاجات هتتطور زي الارتفيشال انتليجنس، هو موجود عندنا في حياتنا من 30 سنه، ولكن التطور اللي هو فيه حاليا داخل في ليفل 2 3 اللي هو بقى الماشين ليرنينج والنيورو كومبيوتينج، في عندنا كمان تكنولوجيا هنشوفها ما شفناهاش هتغير حياتنا خالص زي الكوانتم كومبيوتينج، زي البلوك تشين، دي كلها تكنولوجيات من في مصلحه البشريه. مصر فين من المرحلة ديت؟ مصر مشاركة واعية للي بيحصل، بس ما عندناش كتير منها. أكيد إحنا بنعمل مؤتمرات زي دي عشان نشارك مع الغرب الجهاد، الناس اللي كانت سابقانا بشوية، ونعمل حاجة زي ما بيسموا كده كاتشاب، يعني نلحق معاهم، لأنه في خلال 10 سنين كل التقديرات بتقول إنه حياة البشرية هتتأثر قد اللي حصل في 300 سنة اللي فاتوا. أهلا بيكم أعزائي مشاهدين، كل مشاهدينا بنرحب بيكم في لقائنا النهاردة في طعم البيوت، اللي بنتكلم فيه عن الموهبة عموما، عن إن إحنا ممكن نغير مجال تخصصنا أو الكارير بتاعنا في أي مرحلة عمرية، ممكن نتعلم في أي وقت مهنة جديدة، حرفة جديدة، لو إحنا بس بنحب المجال ده، لو إحنا بس عندنا الإرادة ومصرين إن إحنا نتعلم. وبالدليل احنا دايما بنستضيف ضيوفنا اللي بيؤكدوا على الكلام ده او النظريه دي. بيسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده الاستاذه امل فرج، مصممه مشغولات يدويه كروشيه بالتحديد. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ومعانا استاذه مها الحكيم، مصممه اكسسوارات او مكملات بقى الاناقه كلها بقى كل تفاصيلها. اهلا بيكي. حقيقي الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا ممكن نتعلم في اي وقت، ممكن نغير كارير، ممكن بالإضافة لوظيفتنا الأساسية إن إحنا نشوف الوقت اللي إحنا ممكن نعلم نفسنا فيه لو إحنا حابين طبعا مهنة أو حرفة معينة. أنت بدأتي إمتى؟ هو أنا بدأت من حوالي سنتين بس، مش أكتر من كده، بطريق الصدفة. يعني أنا أصلا بحب الحاجات الفنية من وأنا صغيرة، يعني كنت بحب أجمع الحاجات اللي ممكن تدي شكل، مثلا ورقة شوكولاتة او حاجه ممكن تنفع ان هي تتعمل بيها حاجه تدي منظر حلو للبيت، كنت بجمع الحاجات دي كلها واحوشها وعايزه اعمل منها حاجات. يعني الحاجات اللي ممكن اي حد يرميها ما اديهاش اهتمام، انت كنت بتكوني منها مناظر حلوه. بالظبط. ورغم كده ما خدتيش بالك ان في موهبه معينه عندك او في اتجاه لحاجه معينه جميله عندك الا من 3 سنين؟ لا، قبل كده مثلا من حوالي 6-7 سنين كنت بجيب الورد واعمل بوكيهات الورد، كانت طالعه موضه بوكيهات ورد اللي بتتحط على السفره او على في الصالون او الحاجات دي، كنت انا بحب الحاجات اللي تدي، يعني الحاجات الفنيه اللي أيوة. تدي جمال وحاجات زي كده. فكره حلوه قوي، الحاجات الافكار البسيطه قوي على فكره، وممكن تكون ناجحه، ممكن تعمل لنا عائد كبير قوي زي بوكيه الورد اللي حضرتك بتقولي عليه او بوكيهات الورد. فعلا انا طبعا يعني عملت منه يعني حاجات كتير، وكان شغل كويس بالنسبه لي يعني. وبعدين خلاص الموضه بتاعته راحت وانا مش في بالي برضو قوي. في بوكيه العروسه اللي هو بالورد الصناعي، وتشكيل الورد الصناعي بقى على موائد الخطوبات، ده عمره ما بيروح وموضه عمرها ما هتروح. دي يعني من الافكار اللي ممكن احنا ودلوقتي بقوا بيبدعوا في مجال، احنا بنشوف الافراح وبنشوف تكوين الترابيزه والسنتر بيس اللي في النص الرئيسيه اللي بتتعمل ازاي، كل شويه بيخترعوا افكار جديده. بس انا ما كانش برضو عندي التسويق، مش عارفه، ما كنتش عارفه ان انا اسوق الحاجات بتاعتي قوي. انت جيتي الموضوع مهم قوي. مشكله يعني التسويق مهمه طبعا جدا، لان انا هعمل الحاجات دي وبعدين هعمل فيها ايه، لازم اسوقها. أيوة. فما كانش عندي فكر
وما كانش كمان في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دلوقتي سهلت الموضوع ده. سهلت طبعا. انا بعمل اعلان والناس بتطلب اوردرات وبعملها لهم سهل يعني. أيوة. وشركات شحن بتوصل، فالدنيا بقت اسهل من الاول يعني فعلا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي عموما سهلت على كل الشباب وكل السيدات، كل الناس يعني، بلاش اختصر الموضوع على شباب او بنات، سهلت على كل الناس موضوع ان هو يبقى عنده امل ان ممكن لو جات له فكرة او علم نفسه اي حاجة جديدة ممكن ان هي تعود عليه بالفائدة، ممكن يحقق نجاح فيها. السوشيال ميديا سهلت الموضوع، رأيك يا استاذة ما؟ طبعا ده اكيد سهلت عليكي. سهلت عليا كتير. بس انا لاحظت ان في الاول او من اول ما بدأت كان لسه مش قوي، كان محتاج مصاريف كتير عشان اعرض الكلام دوت على الفيسبوك او الحاجات دي. لكن بعد كده لقيت اللي لاحظته اكتر ان قرايبي اصحابي الناس اللي حواليا كلهم بداوا ياخدوا بالهم من الحاجه بتاعتي، وفعلا بقى التسويق فيها بقى اكتر. هو ده بقى السوق الصغير بتاعي. ده بالنسبه لي السوق الصغير بتاعي هو ده، عشان المعارف، انا المعارف اللي بتقول للمعارف بتاعتها اللي قريبه وهكذا بالظبط يعني كده. الدايره بتوسع بالطريقه دي بالظبط كده. وانا فعلا اعرف ناس كتير يعني. بداتي امتى بقى؟ يعني انا عارفه استاذه امل قالت من 3 سنين، حضرتك من كام سنه استاذه؟ تقريبا برضو من 4 سنين كده يعني، مش بقالي كتير. ايوه. بس قبل كده انا كنت بعمل حاجات تانية بتقتصر في البيت يعني اكتر، اللي هو زي مثلا الشغل يدوي زي اللاسيه، مفارش اللاسيه. انا عامله لنفسي مثلا مفرش لاسيه كبير بتاع سرير، مفرش أيوة. سرير كبير جدا الدقيق قوي دوت، انا بعتز بيه جدا وشايلاه محتفظه بيه بقاله كذا سنه من سنين يعني. علمتي نفسك في حاجه لنفسك انت خدتيها؟ هو علمت نفسي، بس انا اتعلمته اكتر من ماما. أيوة. ماما مامتي الله يرحمها كانت بتحب تعمله، كانت بتعمله لنا احنا، مفرش سفره، مفرش سرير، مفارش الخدديات، الحاجات دي انا اتعلمتها منها. طيب انت اتعلمتي من ماما كل حاجه؟ لكن لا في دي بس. لا طب وتعلمتي باقي الحاجات منين؟ لا انا هقول لحضرتك، انا خدت الاول كورس. ايوه. بالنسبه للاكسسوارات. بعد كده استنيت شويه. أيوة. كنت انشغلت شويه في البيت، وبعد كده رجعت تاني اشتغل الحاجات دي، حبيتها اكتر لان انا بحب الاكسسوارات قوي قوي. دخلت فيها في الاول بقى بالنسبه يعني توسعت فيها بالنسبه للاشكال والموديلات والحاجات دي. لقيت نفسي ايدي مشيت فيها قوي قوي قوي، بس برضو مشكله التسويق كانت صعبه. يعني قعدت بتاع 2 سنين مش عارفه اعمل اي حاجه غير حاجات بسيطه قوي. غير لا كان بسيط قوي، والحاجات دي اتركنت فعلا. جيت بعد كده في الفتره الاخيره الحمد لله فتحت قوي معايا الحمد لله. وبعدين كانت موهبه برضو كنت حباها جدا جدا يعني. احنا بنقول برضو على فكره انت بتقولي بطريقه غير مباشره من غير ما تكوني قاصده، وعشان كده ده هيوصل كلامك للناس قوي. ان انت ما نجحتيش على طول. لا مفيش نجاح بيجي اول ما الفكره تجيلي كده، ولو ما نجحتش خلاص انا بنزوي ومش مش بكرر المحاول. لا انت بتقولي انك قعدتي تصرفي في الاول شويه كتير على نفسك عشان كتير. تقولي للناس اللي بتتفرج عليكي انا مميزه بكذا، فلازم تصرفي على نفسك، تعلمي حلو قوي، تقدمي منتج متميز. تمام. وقعدتي فتره كبيره ومؤخرا بس اللي بداتي يكون ليكي عائد. بدات اشوف الحاجه اللي ماشيه الاول في السوق دلوقتي ماشيه اسرع، وبداوا ياخدوا منها كتير. بعد كده الحاجات الاولانيه اللي انا كنت عاملاها زي عقد مثلا، طقم، الحاجات دي الغاليه دي بتبقى ما بياخدوهاش كتير، فمشيت الحاجات اللي هي السهله اللي هي بياخدوها دلوقتي عامه كلهم. وبعد كده بدات يقولوا البعض، وبعد كده بقيت اطلع الحاجات اللي كانت عندي من الاول. شفتي اتجاه السوق ايه؟ شفتي رغبه الناس ايه والموضه من الاخر. طب استاذه امل ارجع لك تاني، وعايزه بقى اعرض شغل يعني، عايزاكي تكلميني عن شغلك بالتفصيل وازاي جاتلك الفكره، وبرضو انت شفتي اتجاه السوق ايه، الناس عايزه ايه، وذوقها رايح فين الاول قبل ما تشتغلي. اكيد. طبعا. هو انا في الاول خالص يعني انا عجبتني في بدايه شغلي يعني عجبني مفرش سرير حلو قوي كان على النت، وحبيت اعمل زيه فدخلت. انا مش بعرف الكروشيه قوي يعني، على التعليم اللي اتعلمناه في المدارس واحنا صغيرين، مش تعليم ينفع ان انا يعني اعمل منه واشتغل واعمل منه اي حاجه من الحاجات
الكبيرة دي. أي. فدخلت على النت وتعلمت من على النت ازاي اعمل الكروشيه وازاي امسك الابرة وانواع الخيط وانواع الابر ايه الابرة اللي تمشي مع نوع الخيط. يعني انت علمتي نفسك مروح ما خدتيش كورس ولا حاجة؟ لا ما خدتش كورس خالص. أي. بس انا تعلمت من النت، دخلت على النت وتعلمت. اي حد ممكن يدخل ويتعلم، مش صعب، سهل. الله جدا. الله على الكلام. سهل. يعني النت مش بس بينشر لنا حاجتنا وبيسوق ليها، احنا كمان ممكن اعلم نفسي من النت. دي حقيقه فعلا، انت اتعلمتي من النت جدا، اتعلمت منه كل حاجه. وكمان بشوف بقى الموديلات الجديده، يعني مثلا السنه دي كان معظم الناس عايزين الحاجات الخيط الخيش اللي هو للمصايف الخيش ده زي الشنط اللي معروضة. بالظبط، يعني الزرقة دي الزرقة دي دي خيش برضو، بس خيش ألوان. أيوة. وتنفع قوي للمصايف، هي فعلا شنطة تنفع مصيف جميلة. ناس كتير قوي يطلبوها. وبرضو التانية المدورة دي خيش برضو بس ألوان. في الصغيرة المدورة الصغيرة المفتوحة دي بسيطة جدا وتنفع جدا، عملية جدا يعني جدا، وتنفع وعمل لها السوستة من جوه والفينيشنج الدقيق. ده انت اللي عاملاه؟ كل حاجة يعني، كل حاجة. انا بشتري الخيط كله، بشتريه عبارة عن شلة أي. خيط، وساعات بتبقى مكعبلة شوية فبقعد افكها واعملها كورة عشان اعرف اشتغل بيها. وبعدين بشتغل بقى الموديل اللي انا شايفاه وبالابره الكروشيه. بس تعليم الغرزه دي حاجه مش سهله ابدا، الفينيشنج والسوست والايدين وتركيب الحلي دي حاجه مش سهله ابدا. قعدتي قد ايه عشان تتعلميها دي؟ والله هي يعني مع الوقت، يعني مع الوقت ومع ان انا بعمل كتير والخبره وكده بتبقى سهله خلاص، يعني بتلاقي الدنيا سهله يعني. طب انا هسالك سؤال بقى بعيد، يعني واحنا بنعرض الشغل كده مهتمه قوي، انت متجوزه وعندك اولاد؟ ده اللي انا عارفاه. طيب بتلاقي ايه؟ بتلاقي وقت ازاي؟ بتديري وقتك ازاي انك تتعلمي وبتقولي بشتغل كتير كمان؟ ودلوقتي الموضوع بقى بالنسبه لك حرفه يعني مش وبتلاقي تشجيع ولا بتلاقي بالعكس اعتراض؟ لا خالص الحقيقه ما فيش اي اعتراض، بالعكس يعني. اولا انا بناتي بيساعدوني خصوصا في الخيط، لما اجي اعمل لازم بيبقى حد معايا يساعدني في ان انا اعمل الخيط كوره كده عشان اعرف، وده اهم حاجه برضو بتاخد وقت كتير وكده. فبناتي برضو بيساعدوني كده، وكمان جوزي بيعترض ولا بيشجع؟ لا خالص مش معترض، هو بيشجعني جدا. هو كمان عنده حس فني عالي، هو اصلا مؤلف فعنده الحس الفني عالي، فبالعكس بيشجعني جدا. يعني في الاول طبعا لما جيت اشتري الخيط والحاجات دي كل دي بفلوس كتير، يعني انواع الخيط في منها انواع غاليه جدا. مع ان اللي يسمع انه خيش ما يتخيلش ان ده اغلى حاجه هو الخيش. لا انا هرجع لك بقى في موضوع شغل الخيش ده تاني، بس اتكلم مع استاذه مها شويه واعرف برضو. يعني الشنط دي نقدر نقول ان استاذه امل انتاجها، الكروشيه كله اللي قدامنا والشنط. حضرتك الاكسسوري او مكملات الانق اللي قدامنا اللي معروض قدامنا. طيب عايز اعرف الافكار برضو بتجيبيها ازاي؟ يعني اختاري لي اي قطعه. انا شايفه الاحجار الزرقاء مع اللولي لفت نظري مثلا قوي، وجنبها تقريبا احجار كريمه. ايوه ولا دي ايه؟ ولا انا فعلا احجار كريمه. طب وفي حجر مرمر برضو. وفي الفروزي ده اللي هو اللون الفروزي ده. ايوه ده هو اسمه كده، هو الحجر الفروزي. وفي كمان اللي هو العقيق اللي هو زي الموف اللي هنا ده. ايوه اللي زي الموف ده. تمام. وفي اللي هو حجر الكسر اللي فيه الوان كتير اللي جنب الموف دوت، ده اسمه حجر كسر. ايوه اللي هو بيبقى مش منتظم، اللي هو مش منتظم ده. بس هو الافكار الحاجات دي هي ليها انواع كتير وعالم تاني خالص كتير مليان. بس انا بقى بختار الموديلات بس عن طريق برضو الصور. خلي بالك في نقطه كنت عايزه اقول لك عليها. انا لما اتعلمت الكورس اتعلمت فيه المبادئ، بس ازاي اقدر اكون الموديل. تمام. اركب الحاجه. لكن اللي اتعلمته اكتر عن طريق برضو الفيديوهات واليوتيوب والنت وكل الكلام ده، ده اللي اتعلمت فيه اكتر من الكورس. كلام مهم قوي. يعني أكتر انا من الكورس اللي انا اتعلمت ما تخيلش اني هدخل كورس على كبر كده، ادخل اقرر اتعلم حرفه معينه او شغله معينه وقرر ان اكون موهوب فيها
وابدع فيها من كورس واحد او اتنين. لا مش انا اشتغل على نفسي بالظبط، ده اللي عملته. دي الملاحظه يعني المهمه. واول ما بدات كمان كانت الفكره جات لي انا واختي منى، انا ومنى اختي، احنا الاثنين ايد واحده وبنساعد بعض في كل حاجه، والفكره كانت معانا احنا الاثنين مع بعض ولغايه دلوقتي واحنا مع بعض على طول. ودي حاجه مهمه قوي، الشغل المجموعات او ان انتوا تضيفوا لبعض افكار تساندوا بعض. يعني انت مش فاضيه، هي ممكن تكمل الشغل. اذا كان في حاجه، انا اسفه، حاجه في ناقصه انا مثلا هي بتكملها لي، او انا مثلا بكمل لها وباخد رايها وبتاخد رايي. ايوه فمهم قوي. طبعا تمام. عايزه تشرحي لي اي قطعه تانية؟ يعني مثلا حضرتك لابسه قطعه برضو، انا بتهيألي دي شغلك. ده معدن. معدن. ده المعدن. شكله فضه. ما هو زي شكل الفضه، وعلى فكره الالوان دي بتبقى مش بتروح او بتصدي او الحاجات دي، لا خالص. أيوة. حتى لو لونها اغماء حاجه بسيطه بعد فتره طويله اقدر اغسلها زي الفضه بالظبط، زي ما بتعمليه بالكربونات والحاجات دي. لونها مش بيغير. تقدري لونها ما بيغيرش. أيوة. قبل ما بجيب الحاجه ببقى متاكده 100% ان هي لونها ما يغيرش. ولو انت كان الطلب ان يتعمل نفس الموديل فضه او مطلي فضه ما فيش مشكله. ممكن. هو مش كده ولا ممكن. انا فاهمه غلط يعني؟ لا صح، ممكن نفس الشغل والطريقه ولا لا؟ بنفس الشغل ونفس الطريقه. بس ببعت الحاجه اللي هي الخامات نفسها تطلي الاول. تطلي الخامه الاول. الخامه الاول تطلها لي الاول، وبعد كده ايه ابتدي بقى اشتغلها واعمل الموديل اللي انا عايزاه، ويبقى مطلي فضه بالظبط. تمام. او ممكن ذهب، او ممكن ذهب. أيوة. زي كده مثلا ده مطلي ذهب برضه. بالظبط كده. ايوه، فهو نفس المجهود نفس الشغل نفس الافكار. بالزبط. طيب نيجي لموضوع الخيش بقى اللي انت قلتي لي فيه معلومه جديده تماما. انا لما بسمع شغل معمول من الخيش او الخيط بتاعه خيش، انا بتخيل ان هيبقى سعره معقول، هيبقى حاجه بسيطه يعني، لان الخيش المفروض من الخيوط اللي هي مش غاليه. فانت صلحتي لي المعلومه تماما. لا هي طبعا اغلى، هو اغلى انواع الخيوط تقريبا هو الخيط الخيش، خصوصا الملون. البيور، اللون البيور بتاعه اللي هو الاصلي اللي هو البيج، ده ممكن مش غالي قوي، هو غالي برضو عن بقيه الخيوط، بس مش زي الخيط الالوان، الالوان اغلى كمان. ايوه. فهو تقريبا اغلى انواع الخيوط. اغلى انواع الخيوط كمان. تقريبا. ليه؟ عشان صعب مثلا في تشكيله وعلى الهاند ميد بتاعه. يعني انا اعرف ان طبعا اي حاجه هاند ميد، شنطه هاند ميد كلها شغل ايد، بعرف على طول ان هي حاجه اولا واخده من وقت اللي اشتغل عليها جامد، اخدت مجهود كبير قوي، فيها فن، فبعرف ان انا ليه بدفع فيها فلوس ازيد. فالخيش كمان يمكن اصعب في تشكيله. لا هو مش صعب ولا حاجه، هو برضو الخيط الخيش خفيف اصلا، هو عشان هو جديد وبيدي يعني منظر حلو. هو كمان لو بشتغله على فتله واحده بيبقى مش صعب قوي، سهل، لكن لو على فتلتين بيبقى صعب طبعا جدا، وبيوجع الايد والابره وكده. لكن في حاجات لازم فتلتين حسب الموديل. حسب الموديل. يعني لكن اللي بيتعب اكتر هو خيط الكليم، هو ده اللي بيبقى متعب جدا في الايد، بيحتاج ابره كبيره، مقاسها كبير، تخينه شويه. أيوة. فبيبقى محتاج قوه، وهو كمان نفسه صعب في زي عندك شغل هنا بالكليم. زي هي السجاده اللي هي اللي هي نقدر نقول عليها مشايه صغيره. مشايه دي. دي من خيط الكليم، شغل بيبقى صعب ومتعب. يعني دي شغلها على قد ما هي قطعه صغيره لكن شغلها صعب قوي. شغلها صعب. واحنا احيانا بنستغرب الاسعار، بنبقى مش مدركين ان لا دي اخذت شغل ومجهود ووقت. لا يعني هو ما فيش حد بيدي السعر الهاند ميد، يعني ما بيديلوش سعره الحقيقي. الحقيقي. مع انه هو يعني جميل جدا، وحاجات بتبقى معموله مخصوص، يعني اوردر، يعني انت بتختاري اوردر معين بالوان انت اللي اخترتيها، بشكل موديل انت اللي اخترتيه، فمميز، مش هيبقى مع اي حد تاني ولا في اي مكان. او مشايه موجوده في البيت مثلا، او حاجه مش موجوده في اي مكان، في اي بيت تاني، مش هتلاقي في اي محل. أيوة. مثلا فما فبتبقى فهو ليه قيمه يعني جميله، وبيدي منظر، وهو كمان طالع موضه قوي قوي، طالع موضه جدا. انا ساعات بتخيل ان يعني لما بشوف في شغل الكروشيه بالتحديد الكليم، المشايات اللي هي الموديل ده والشكل ده، بحس ان ايه، لا اكيد في تطوير بقى حصل. ما هو طبعا يعني أكيد. بحس ان اكيد الشكل الكلاسيكي ده دخل عليه تطوير. الكروشيه لسه بيبقى فيه من الناس اقبال عليه؟
جدا، في ناس بتحبه قوي وبتحب ان هي يبقى عندها قطعه في البيت او مثلا شنطه او اي ديكور. يعني انا عامله مثلا صينيه ممكن نحط فيها بونبوني وحاجات زي كده، عامله حاجات بوكس ممكن يتحط على في المونوكير الاكسسوارز بتاع في ساعه أيوة. مثلا ممكن تبقى تتحط كديكور بتتعمل بال يعني معموله احنا شايفين هنا ساعه دي مثلا ساعه وانتي عملتي الحليه اللي حواليها بس في مثلا كفر بتاع المناديل ده مشهور جدا. الباسكت اللي حضرتك مقدماه هنا دي صينيه دي صينيه دي صينيه دي فكره جديده تمام هي بتيجي قاعده خشب معموله فتحات وبعدين انا بشتغلها بالكروشيه بس ده بخيط المكرميه ايوه وبجيب لي الايد بتاعتها جلد وبخيطها فيها وبتبقى ودي صينيه يعني صينيه وعلى فكره ممكن برضو استعمالات متعدده يعني مش ضروري صينيه بس واللكلوك ده الشهير ده اشهر ده حاجه في الشتاء ده اللكلوك الكروشيه الغرزه التخينه ده لا غنى عنه في الشتاء ايوه ودي بتبقى ودي شكل برضو معتاد في بيوت كتيرة جدا دي ايه بقى؟ دي ممكن تتحط في مثلا التسريحة في تحط فيها الاكسسوارز او المونوكير الحاجات يعني زي كده. حلو قوي ان انت تكوني بتشتغلي لبيتك حاجات من دي ونفس برضو السؤال ليكي استاذه مها بتعملوا لنفسكم يعني شغلكم تستمتعوا بيه تلبسوه او تحطوه في البيت ده انا ممكن اعمل التصميم يعني الشغل مثلا النهارده الصبح لسه مثلا عامله اللي هو العقد الموف ده امبارح لسه عامله اللي هو ده الفروزي اللي في النص ده اللي في النص ده شكله اخد منك وقت دي انا عايزه اسال على القطعه دي امبارح بس لسه عاملاها امبارح والله اما اللي جنبه بقى ده مديني ايحاء ان الموضوع سهل وبسيط هو مش وانا ممكن مره واحده يجي لي فكره اروح عامله عقد زي اللي موجود في النص ده انا وصلت للمرحله دي بس بعد فتره بعيده قوي اللي هو يعني تعب كتير اللي هو على فكره ثلاث سنين مش كتير بالنسبة على فكرة. لا بالنسبه لي تركيز قوي في تركيز كتير ايوه عارفه حضرتك العقد اللي هو اللي جنبه ده ايوه ده شغل الابره ده بالابره الخرز التفسيره اللي معاه دوت واللولي ده بالابره يعني بعمله خرزه بمعنى ايه بالابره والخيط اللي هو النايلون ايوه الخيط النايلون والابره بالابره بعمل خرزه بخيطها فده بياخد مجهود وبياخد دي تعبتني قوي بصراحه دي كانت بس بعد كده اتمرنت عملت منها 3-4 قطع كده واتباعوا يعني ودي ليها افكار كتيره ممكن وبعدين ممكن. دي سواريه تعتبر قطعه سواريه بالظبط كده مش كده ممكن يتعمل بيها حاجات كتير وبتحيي اي طقم يعني انا الاكسسوري مهم قوي سواء على فكره كان اكسسوري في البيت يعني معنى ديكور وقطع قطع الزرع لوحه قطع اي قطعه مكمله للبيت والاساس الرئيسي في البيت بتدي شكل وبتقلب الدنيا نفس الشيء في الملابس طبعا الاكسسوار بيغير الدنيا أكيد. اللي اعرفه ان انت كمان ليكي وظيفه كنت تانية يعني كنت شغال في مجال السياحه بالظبط كده فمجال بعيد تماما اشتغلت بتاع 8 سنين تقريبا في حتى في وسط البلد في كذا شركه مش شركه واحده على الكاونتر تذاكر طيران والحاجات دي كلها وظيفه شغلة. تقليديه بالزبط. تماما بس وقتها ما كانش لسه عندك اي اتجاه او افكار ان انت تعملي شغل زي ده لا بس كنت بعمل مفارش اللاسي ايوه اللاسي ده كان توقيت جدا وهو كان موضه في الوقت ده تقريبا في الوقت ده كان موضه بعد كده اختفى مع انه قيمته عاليه قوي ايوه يعني ممكن مثلا مفرش السرير في الوقت اللي هو في الاول ده كان ممكن يتباع ب 1000 جنيه مثلا ايوه لانه صعب بصراحه نقدر نقول في النهايه كده ان دي شغله جايبه العائد بتاعها في المجهود والوقت بصراحه كده نشجع الناس ولا احنا احيانا بنسمع ان التنافس بقى كتير قوي ولازم كل واحده يبقى عندها الفكره الجديده قوي اللي تفرض نفسها او الشغل المتميز قوي اللي يفرض نفسه عن كم اللي معروض كتير ولا سوقنا بيستوعب لان احنا عددنا كتير لا هو طبعا يعني كل واحد ليه افكار وليه يعني حاجات يعني جديده بيعملها في حد بيعمل مثلا مفارش
متميز فيها قوي، في حد متميز قوي في الشنط، في حد متميز قوي في المشايات والحاجات اللي يعني، فكل واحده او كل يعني مجال بيبقى ليه يعني الناس اللي بتحبه. بس لازم الفكره الجديده برضو اللي انت تطلعي بيها او الدقه او يعني لازم تكون الموضوع فيه تنافس قوي اصلا دلوقتي. ما هو يعني انا استضفت يعني مجموعات قبل كده وكلهم حاجه فعلا بتسعد الواحد ان معظمهم من البنات والسيدات، وكلهم بداوا على فكره برضو نسبيا متاخر وعلموا نفسهم، دي الصفه برضو المشتركه من النت، وكل المنتجات حلوه قوي، فالتنافس اكيد كبير قوي بينكم يعني او في السوق. بس نقول الميزه اللي في مصر موجوده احنا كتير وناس كتير حسب الموديل، بتحب الموديل ده، بتعايزه عجبها ده، اذواق كتير. ف يعني كل واحد بيعمل موديل تاني مختلف كده يعني. الكروشيه القطعه اللي خلفك دي ورا حضرتك حضرتك برضو اللي عاملاها دي تعتبر يعني قطعه غيرت منظر الكنبه عندنا في البرنامج وديكور كنبه في طعم بيوت، اديتها شكل جديد تماما كاننا غيرنا الديكور. هي فعلا بتعمل كده، وفي حاجات اشكال تانية كتير، في دي وحدات بتتعمل الورد وحدات وبعدين بتتشبك وبعدين اشبكها مع بعضيها يعني. أيوة. كل ورده بتتعمل لوحديها وبعدين ابتدي اشبكهم مع بعض واجمعهم بطريقه معينه لغايه ما يدوا شكل زي كده. بس في نفس الوقت برضو لازم نقول ان وانت بتعملي كل وحده لوحدها او كل ورده انت واخده بالك من تناسق الالوان وتوزيعه الالوان، اكيد حتى في دماغك فكره أكيد. معينه اكيد طبعا. لو انا حابه ان هو يكون الوان مختلفه او لون معين انا هيليق على الانتري اللي عندي او الصالون او ممكن يبقى مفرش لسفره برضو. أي. حسب الالوان اللي عندي يعني في اللي اقدر اقوله برضو واللي استنتجته ان واضح ان انتوا لسه بتتعلموا، لسه بتضيفوا لنفسكم. التعلم ما ينفعش هو يقف عند مجال معين ويقول انا كده وصلت للقمه خلاص، لان أكيد. السوق على طول في حاله تطور، في حاله منافسه كبيره قوي، المعروض عمال يكتر، فاحنا كمان لازم نشتغل على نفسنا. وانا بتفرج عليكم وبتفرج على ضيوفي الاخرين اللي استضفتهم قبل كده، فعلا بتمنى ابقى زيكم. ولسه عندنا الوقت ان احنا كلنا يبقى عندنا مجال احنا بنبدع فيه او بنعبر عن نفسنا فيه. بشكركم، شكرا مها وامل، شكرا ليكم. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا النهارده في حلقتنا من طعم البيوت، والى اللقاء ان شاء الله في لقاء قريب.